عدن ما في شغل، الناس كثيرة تشتي يروح سعودي. بلغة عربية تعلمها منذ فترة قريبة، يتحدث الأثيوبي عبد الرحمن علي عن أكثر من 300 من مواطنيه المهاجرين في عدن، يفترشون الشوارع بمعاناة اعتاد الناس على رؤيتها يومياً، ينامون يأكلون ويغسلون ملابسهم هنا، ولا يملكون سوى الانتظار والذهاب باكراً لأعمال لا يجدون بها سوى ما يسد رمقهم. أملوا أن تكون اليمن محطة عبور لدول أخرى، لكن المنافذ الجوية والبرية المغلقة بسبب الحرب علقت آمالهم إلى أجل غير معلوم. تباينت الأسباب لهجرتهم ما بين اقتصادية للهروب من الجفاف الذي تعانيه إثيوبيا، أو أوضاع سياسية يعبر عنها عبد الرحمن ابن قبيلة الأرومو التي تلقى تضييقاً لأسباب عرقية بحسب إفادته. الحكومة يعني من القبيلة أرومو، قبيلة ثانية، هو من قبيلة تيغري، يعني هو ما يشتي الناس أرومو، بس هو يبعد من البلاد، يسلم عرض حقهم، بس ما يأتي حرية. تزداد صعوبة الوضع القانوني لهؤلاء الأثيوبيين في ظل غياب دور الجهات المعنية بقضيتهم. هؤلاء من لهم وضع قانوني، هم اللاجئين وطالبين اللجوء، أما المهاجرين الاقتصاديين فليس لهم أي وضع قانوني في اليمن ينظمهم ويحميهم. يمضي عبد الرحمن كغيره من الأثيوبيين يوما بعد آخر في طرق من الانتظار لتسوية أوضاعهم من الحكومات والمنظمات الدولية. مروى العزاني، قناة بلقيس، عدن.